بث تلفزيون البحرين برنامجا خاصا حول انتهاكات حقوق العمال المستمرة في قطر، حيث أكد إعلاميون وسياسيون استمرار الانتهاكات القطرية بحق الشعب القطري والعمالة الوافدة دون وجه حق. نعم، في هذا الصدد أكدت السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خلال مداخلة مرئية عبر تقنية سكايب أن قطر تتستر خلف منظمات حقوقية قامت بإنشائها للتغطية على وضعها الحقوقي وتدفع أموالا طائلة لتلميع صورتها الحقوقية الظلامية أمام العالم. نقول ان الانتهاكات القطريه لحقوق الانسان يعني صارت مروعه يعني على كافه الاصعده واصبحت مكشوفه للعالم، رغم اللي تقوم فيه قطر من استعراض لانجازاتها، وهذه انجازات طبعا وهميه في سجلها الحقوقي عن طريق اصدار سواء قوانين او لوائح او انشاء اجهزه، كل ذلك دون تطبيق حقيقي حماية وتعزيز حقوق الإنسان. قطر تقوم بالاستتار وراء منظمات حقوقية تقوم هي بإنشائها وتمولها للتغطية على وضعها الحقوقي المزري، وتهاجم الدول عشان تشغلها عن ملف الدوحة. هناك نقطة بالغة في الأهمية اللي تقوم فيه قطر زين من دفع أموال ضخمة كتبرعات لمؤسسات خارجية مختلفة، واللي تعتبر من قبيل الرشا عشان تلمع صورتها الحقوقية وفي نفس الوقت تستهدف بعض الدول من خلالها. انتهاكات حقوق الإنسان في قطر احنا نصنفها على مستويين، المستوى الداخلي اللي وهو ما يتعرض له طبعا المواطنين القطريين من انتهاكات سواء على صعيد حرية الرأي أو حرية ممارسة العقائد الدينية أو حقوق المرأة أو ما تتعرض له بعض القبائل القطرية مثل قبيلة الغفران والمرة من إسقاط جنسية، مصادرة أملاك، عدم التمتع بحقوق المواطنة، حتى أبسط الحقوق مثل يعني مثلا حق الصحة وغيرها لهذه القبائل غير متوفرة. وأيضا اللي تتعرض له العمالة الأجنبية الوافدة من انتهاكات حقوقية جسيمة،